يعني كيف تقرأ المشهد بعد إذاعة الفيديو ده؟ قولي ردود الأفعال عندك إيه يا أستاذ مصعب؟ الحقيقة أنه الناس مذهولة تماما، الناس ممرورة تماما. ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، ما يحدث لا يرضي إنسان، ما يحدث هو سيء بكل المقاييس. والحقيقة أن المسؤول عنه هو مرسي تحديدا ولا أحد غيره. كل ما بنسال حد من 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 يعني من بعض اهل سينا، مش يعني كنت لسه معايا الشيخ مرجان سالم، هو مصر مثلا انه يتكلم على الظلم اللي وقع على اهل سينا، وانا عارفه ان في ظلم بين من سنوات طويله، لكن المشهد الان هل يمكن لمصري ان يفعل هذا او ان يهين مصري بهذا الشكل يا استاذ مسعد؟ يا استاذ لميس، كل اهالي سينا تعرضوا للانتهاكات، وازعم بانه ما في بيت في سينا غير منه حد دخل السجن. انا شخصيا من بيتنا دخل السجن 4 أو 5 دون ان نقترف اي جريمه سوى اننا رفعنا اصواتنا بانه ما يحدث هو اجرام. لكن رد الفعل لا ينبغي ان يكون بهذه الطريقه، هذا ارهاب ولا ومرفوض جمله وتفصيلا للخطف، وخاصه انهم جنود، في الحقيقه جنود لا حول لهم ولا قوه. انا متعاطف معهم تماما، ولكني اريد ان اطمئنك واطمئن ابائهم واطمئن الشعب المصري بانه نحن نرى هذا في سياق طبيعي، نراه تصعيدنا، وسوف ينتهي بالافراج عنهم قريبا. لن تطول مده القبض عنهم في سياق قراءتنا للتصعيد. ليه يا مسعد بتقول كده؟ اشرح لي السياق اللي بتفكر فيه او تحليلك ايه. ما افكر فيه الحقيقه انه شوفي، الخطف جاء نتيجه للمناخ، في مناخ ما هو اللي سمح للناس انها تتقدم وتخطف. ايه هو المناخ ده؟ المناخ هو نتيجه حتميه للصراع اللي في القاهره بين الاخوان وبين اجزاء الدوله في الحقيقه. هناك رسائل، من الواضح انه هناك رسائل، يعني هناك من يريد ان يرسل رسائل للدوله لانه والله الاخوان مندفعين تماما في غاراتهم، مندفعين تماما في غزواتهم للاستيلاء على الدوله المصريه، وانه لا احد يستطيع ان يقف امامنا، ومن سيقف امامنا سوف نكسر راسه. واتصور انه كسر الراس هذا، يعني اتصور، خليني بس احكي لك حاجه واحكي لمشاهديك شيء، انه المدينه كلها الليله من البارح والليله مدينه العريش كلها تتكلم عن سيناريو تشاد. لعلك اذا كنت تتذكرينه، هو انه خطف مجموعه من المصريين في تشاد، تدخلت الحكومه السودانيه وافرجت عنهم بعد مفاوضات، بعث حسني مبارك كان الرئيس المخلوع، بعث كوماندوز مصري طقطق شويه في الهواء وعاد ليقول انني افرجت عن المختطفين بالقوه او عن الرهائن بالقوه. من الواضح انه بيتم تفاوض، ومن الواضح انه هناك رسائل واضحه للسيسي اننا باستطاعتي كسر راسك كما باستطاعتي انقاذك من هذا الموقف بتكرار سيناريو تشاد. اذا صدقت تكهنات المدينه، ما يحدث في سيناء ليست مسؤوله عنه بالمره، المسؤول عنه هو المناخ الذي انتجه الغارات المتواليه، الغزوات المتواليه لهذا التنظيم اللي اسمه اخوان مسلمين. يعني تشعر، يعني انت بتفسر ده في ظل الصراع ما بين الاخوان او ما بين مرسي واخوانه وما بين الجيش المصري. طبعا انا مش بتهم، بقول انه في حد يتآمر على حد، ولكن هناك مناخ يسمع انه في صراع بين، يعني لما اخواننا قادة الاخوان المسلمين يغذون الشارع بان والله الرئيس يريد ان يغير ولكن الاجهزه لا تساعده. الحقيقة أن الرئيس لا يريد أن يغير، الحقيقة أن الرئيس يريد أن يتمكن، وإلا ولو كان الرئيس يريد أن يغير كلنا مستعدين أن نتحول إلى تراب يمشي عليه، لكن الرئيس يريد أن يتمكن من أجزاء الدولة، وهذا ما نرفضه نحن. الخطاب الإخوان الذي يتصرف في الشارع أنه والله الرئيس يريد أن يغير بس الأجهزة مش مساعداه، وبالتالي في هذا المناخ تم الاعتداء من قبل ناس لا اتصور انهم طبيعيين، لا اتصور انهم نبت طبيعي لابناء سيناء في الحقيقه. تم الانتفاض على ميكروباص يحمل شويه جنود، يعني في عمليه في الحقيقه رديئه تماما، يعني ومرفوضه تماما، انه اي ميكروباص تبع جنود مروحين، زي ما كنا قلنا لما مررنا بفترات التجنيد بنركض في ميكروباصات ونروح لوحداتنا، اي حد ممكن يقابل الميكروباص واي حد ممكن ياخذ مني جنود، لا ارى في بطوله في الموقف. انقض هؤلاء الناس وخطفوا هؤلاء الجنود السبعة. الآن أتصور أنه هناك من يقول للسيسي أنني أستطيع إنقاذك من الموقف، اصبر قليلا أستطيع إنقاذك من الموقف. وأنا في الحقيقة لا يعجبني الخطاب الإخواني بنفس الطريقة التي لا يعجبني فيها الخطاب السيسي. الخطابين لا يعجبانني، الخطابين ليسا بقدر الموقف. الموقف في سيناء معقد
وعلينا انه احنا نفكر بطريقه ثانيه بغير هذا الخطاب. هذا الخطاب غير صالح في التعامل. طب يعني لا. يعني هل النظر الى تفتكر انه الدكتور مرسي يمكن ان يفكر في فعلا الافراج عن احمد ابو شيطه او العفو عنه؟ يعني شوف يا استاذه، لما يفرج عن قتلة لا يقلون عن حمادة ابو شيطه مثلا، ولا يفرج عن حمادة ابو شيطه، هذا معناه ايه؟ معناه انه بيغذي اتجاهات داخل سيناء طبعا تلجأ إلى العنف أو تلجأ إلى ما يشبه العنف أو تلجأ إلى كذا، معناها إنه 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 بيغذي فريق معين بالاحتقان ضد الدولة اللي إحنا بنشوفها اليوم. ملف سيناء معقد، ملف سيناء مركب، الخطابين سواء خطاب إخوان أو خطاب العسكر لا يعجبانني، وغير متسوقان دماغي مع الموقف. أشكرك أستاذ مسعد أبو الفجر الناشط السيناوي.